Ok, l'starch. L'starch ايش يعتبر؟ النشا. يس النشا. ايش يعتبر؟ اخذته بيو كيمستري؟ بيو كيمستري اخذته؟ أنا الحين ما أعرف. اوكي، ايش الستارتش؟ عبارة عن ايش؟ يلا يلا تذكروا. شنو عارف؟ كان مش معلم. هاي شايفين؟ بحط نسبة معينة داخل الغشاء وبرجع بسكرها، تمام؟ الستارتش هو بولي سكرايد، صح؟ بولي سكرايد، ايش يعني بولي سكرايد؟ السكريات طيب هل تعتقدوا انه الستارتش الموليكيول بيقدر يطلع من تعتقدوا انه بيقدر؟ لا. ليش؟ يس، لانه بولي سكرايد. يس، ناخده هون نرجع ايش نسكره، وبنيجي نجيب جلاس رود. يلا حدا من الشباب يعطيني الجلاس رود. حدا يعطيني جلاس رود مع بيكر، لازم هدول تكونوا عارفينهم. يلا تعرفوا ايش هي الجلاس رود؟ اللي بتشبه هاي زجاجية تستعمل في التحليل. يلا هلا هيك انا سكرتها، هاي جاهزة التجربة. هذا بيكر وجيب لي جلاس، صح؟ يلا هاي احسنت. هاي جبنه، شايفين؟ ليش انا هدول بدي استعملهم؟ طيب انتوا اللي قرأوا، انا هاي ليش راح استعملها؟ تعليق. طبعا هذا انت احسنتي، هذا الجواب المنطقي، هاي للتحريك. احنا كمان بنستعملها للتعليق. هاي انوفيتيف، يعني انذر اوبجيكتيف. يس. طيب ايش بعمل فيها؟ بمسك السيمي بيرميبل في ستارتش وبعلقها فيها بالخيط هيك، تمام؟ وبحطها ب اللي هو هون الايودين. هون وين الستارتش؟ which one؟ هاي الستارتش. اوكي، هلا الستارتش لونه ابيض، هل تعتقدوا انه ما في اعتقد رسم الستارتش؟ هذا هون الايودين، ثاني ستارتش، صح؟ لانه في تنتين، في وحده بنحط ايودين اللي هو ايش اسمه هون عندنا الايودين؟ يلا اللي استعملناه بتلوين السلايدات ايش اسمه؟ لوجولز. اوكي، هلا التجربه هاي انا ما راح اعرفها، انتم راح تشتغلوها. راح نعمل بالستارتش نفس ما بدنا نعمل بالايودين او اللوجولز. هلا تعتقدوا قلنا انه الستارتش هو لونه ابيض وراح نحطه بالماء ونشوف وين راح ينتقل هذا الابيض الستارتش. بتعتقدوا انه راح يقدر يطلع من التركيز مثلا المرتفع للمنخفض؟ لا، لانه هو بولي سكرات، ما راح ينتقل الابيض اللون الابيض في حاله الستارتش. طيب اللوجوز او الايودين، هون الايودين شايفين لما نيجي نحط ايودين نفس الطريقه ونعلقه، هاي الرسمة، هون الجلاس رود وهون الخيطان، تمام؟ ويكون بهذا الشكل. هلا إذا هون كان أيودين وهون لون أبيض مي، شو بتلاحظوا؟ اللوجوز أو الأيودين راح يقدر يطلع من السيمي بيرميبل للووتر اللي بالبيكر ولا لا؟ يس، راح يصير السلوشن هون لونه ينتقل للخارج، تمام؟ وايش هنا في عندنا دارك بلو؟ هلا في حاله الستارتش
يلوش الدم. اوكي. After 20 minutes. هلا هم استعملوا pink. هون استعمال صبغات اخرى رح تختلف. في هون استعملوا اللي هي البينك ما رح هون هلا في حالة الأيضان جاوبناها في حالة الستارج. طبعا الستارج رح يتغير لونه إذا استعملنا انتوا اللي رح تكتبوا النوت اللي رح تحصلوا عليها أو الريزلت. ايش في هون؟ البنك برضو رح هون نفس الشيء رح يصير كله هون بيك. هون طبعا اسماء الصفات موجودة عندكم after 20 minutes. بعد 20 دقيقة رح ينتقل البنك لبرا، الايدان لبرا، الستارش لا ما رح ينتقل الستارش لبرا، بالعكس رح يصير بدل الابيض يتغير لونه لانه الماده اللي احنا هون رح نحطها رح تدخل تتفاعل مع الستارش ويتغير لونها. هاي يعني انا بس اعطيتكم هنت صغيره عشان تعرفوا التجربه اللي جايه. هلا احنا خلصنا الاسموزز، في حدا عنده سؤال بالاسموزز؟ تمام. هلا بس تاعت الليفنج لاب النبات. النبات ايش راح تعملوا على السريع؟ 3 سلايدز 3 ديفرنت كونسنتريشن من ال NaCl موجودين عندكم على البنشات. في وحده 0، في وحده 1%، وفي وحده عندكم 5%. بجيبوا السلايد وبتحطوا نبات. النبات هيو موجود بالبوتل. تمام هيو. اوكي تاخذوا ورقتين بس. اوكي شو بتعملوا؟ بتاخذوا ورقتين من هذا النبات وبتحطوه على السلايد. اوكي هي ورقه او ورقتين. بتحطوا الاولى 0 distilled water والثانيه 1% والثالثه 5%. تيجوا تحطوا 2 دروبس طبعا من الملح NaCl. اوكي مش خطير. تيجوا وبتحطوا 2 دروبس وبعدين بتحطوا كفر سلايد اللي هي 45 درجه بتمسكوا المنقط هون بتضلكوا منزلينها بتتركوها فجاه عشان ما يصير بابل. شو بدكم تدرسوا؟ ايش بدكم تشوفوا تحت الميكروسكوب؟ انتقال؟ اوكي طيب خليني بس انا اشرحها. امسح هذا الجزء عادي واضح الامور هون ولا اخصص جزء معين؟ نعم امسح. عشان لما تيجوا تشوفوا ايش الالوان بتصير في حاله الايودين هون لونه مثلا بني بيصير يلو وش براون بالسولوشن عشان ترجعوا تتاكدوا من ال